ما اشوف اعمى؟ انا اشوف احسن منك. وش هالطلعات الغلط يا اخي؟ ما انتبهنا لك، روح احترم نفسك. لا رزق بالتاير الحين. ابقى صارخ، اركب سيارتك. اقول لك احترم السواق. اركب السيارة، روح اركب. مالك شغل فيني؟ ماني شغل. مالك شغل؟ اقول لك اركب. روح اركب انت، روح. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلفني عصير ليمون ان شاء الله. لا محمد، من اللي قال لك انا ابغى عصير ليمون؟ تختار لي على الهواك محمد. زين لا تعصب. اي محمد، مره ثانيه يسالون. قلت لك خلاص خلي اللي تبغيه. قوم اضربني احسن، قوم اضربني. مره ثانيه اللي بتعصب عصب على واحد غيري، لا تعصب علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. صنعنا عصير ليمون ان شاء الله. لا محمد، خلي يسوي لي عصير برتقال. اقول صنعنا واحد ليمون وواحد برتقال. حسن، تعال. من وين جاي ومن اي زباله طالع؟ العاب ان شاء الله. شنو اسم اللعبه؟ شرطه مجرمين. اكيد انت مجرم. راجعت؟ ما راجعت. انت ما تسمع الكلام؟ كم من مره انا قلت لك لا تلعب في الوسخ، وكم من مره قلت لك راجع راجع؟ حسن حبيبي، تعال تعال. من وين جاي؟ ألعب. تلعب؟ وشنو تلعبون؟ شرطة مجرمين. أكيد أنت شرطي. إيه، وجولنا المجرمين وحطناهم في السجن. يعفي عليك، شاطر. راجعت؟ لا. المفروض شنو بابا؟ أراجع هو. شاطر. أحنا نروح السباح وبعدين نروح يومك راجع. زين؟ يلا حبيبي روح. برا ما عملت اللي ما خلصتونها. الباب ما تكسر.
إذا عندك ضربة أقوى من كذي راني أشوف. بكسر الباب وبكسر المكتب على راسه. حسن ألفاظك، حسن ألفاظك واحترم نفسك. أنتم ما يستاهل واحد يحترمكم. أنت قليل أدب واطلع برا. مالي طالع برا، وش بتسوي؟ شوف أنا للحين مالك أعصابي. إذا ما طلعت برا بتشوف شيء ما شفته. أنا بايع مخلص. ها راوني وش بتسوي؟ انزل من الطاولة. راوني نازل من الطاولة. احترم نفسك. أنا محترم. اتعدل. أنا متعدل. سهيل نادي على السكرتية جون يتصرفون ويا هذا. تعتمد على حرمة أبا رجال. أنا رجال قدها وبدون. احترم نفسك. احترم نفسك. تفضل. آمن. صباح الخير طويل عمر. صباح النور. صار لي ساعتين انتظر ومعاملتي لحم ما خلصوها طويل عمر. أفا قصدك طاف دورك؟ اي نعم، كان الموظف يخلص معاملة أصحابهم وطاف الدور. من هالعين إلى هالعين وأنا برأس الخدمة أخدمكم وأشوف موضوعك الحين. حيكفر. تفضل يا أخي. تسلم عزيزي. حيا تفضل. الوان رحلة عمرك الوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر رحلة عمرك الوان. يا من عمرك سافر خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك الوان، لكل قصة آثار، تمهل في النظر، تأمل في العبار، رحلة عمرك الوان. إن من أفضل العبادات هو إصلاح ذات البين وتخليص المؤمنين من مغبة الشجار والشقاق، وذلك لأن الخلاف بيئة موبوءة لنمو مختلف أنواع من الغيبة والنميمة والجرها، وعليه فمن وفق لمثل هذه العبادة المتميزة فقد أغلق بابا من أبواب إبليس عن العباد، وهو بدوره من موجبات المباركة الإلهية على العبد الذي يسعى لدرء المفاسد عن إخوانه، وهذا خير للعبد من أن يشغل وقته بالخصومات مع العباد.